مثل ما تفضلت أنه المفروض يكون القضاة أو المستشارين في هيئة المحكمة حياديين ويتبعوا القوانين اللي تتوافق مع human rights، مع حقوق الإنسان. وبالنسبة للحيادية بعد انتهاء المحكمة، هناك أسماء من الهيئة الاستشارية للمحكمة استلموا مناصب، سواء مناصب سياسية سواء في الأحزاب أو في الدولة. ما تعليقك على هذا الأمر؟ والله هو موضوع اللي يعني تولي مناصب سياسية أثناء المحكمة لا يجوز، يعني لا يجوز. أما بعد انتهاء المحكمة أو بعد ترك الشخص للقضاء ممكن أن يكون يمارس عمل قضائي، هذا شيء يعني يعود إلى، لكن خلال فترة المحاكمة لا يجوز. ويعني الموضوع أن يكون الشخص مستقل تماما كقاضي، مستقل مو فقط من جهة من جهة الانتماء السياسي، وإنما يكون مستقل عاطفيا ومجرد عاطفيا ومجرد من كل التأثيرات التي قد تؤثر عليه في الانحراف بالمحكمة. فالقاضي هو يعني هو بيده الميزان، ولا يجوز أن يخل بهذا الميزان لأسباب خارجة عن السياقات وعن العدالة وعن الضمير الحي للقاضي العادل. هكذا يفترض بالقاضي، ولكن التأثيرات السياسية طبعا كانت موجودة وواضحة على المحكمة، وفي مثل هذه المحاكمات أيضا تحصل أن وأهمية القضاء يظهر في مثل هذه المحاكمات وليس في قضايا أخرى، لأن البقاء القاضي والبقاء المحكمة في الوسط هو الأساس لإعطاء الصفة الصحيحة والشرعية محترمة للقرار الذي يصدر من المحكمة. فلا قيمة لحكم صادر من محكمة غير محايدة، لأن الحياد من الأمور الجوهرية والأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل محكمة وكل قاضي. السيد رزقار، هل تعرضت المحكمة لضغوطات خارجية أو سياسية؟ نعم تعرضت. أوكي، من قبل من؟ من قبل أحزاب وجهات سياسية وإعلام ويعني شخصيات بالدولة. ما نوع الضغوطات؟ هل يا ترى كانت مع أو ضد؟ لا من؟ ضد يعني ضد إيش؟ يعني مع مثال. مع عدم التقيد في بعض الأحيان، لأنه هم قسم منهم ما كانوا يعرفون القانون وما كانوا يعرفون الضوابط الصحيحة للمحاكمة العادلة، وكأنما هم جايين المحكمة. أنا كنت أنظر إلى المحكمة بمنظاري أنا كقاضي وليس بمنظار شعب، وليس بمنظار شخص لا يعرف المحكمة ومبادئ المحكمة. فهكذا كانت التأثيرات. يعني مثلا يقال لماذا يجلس المتهمين، لماذا يعطى لهم الأقلام، لماذا يعطى لهم الماء، لماذا هاي، ولماذا يسمح لهم بالكلام إلى هكذا درجة وإلى هذه التطرق إلى أمور. هذه كلها أنا أعتبرها تدخلات، وأعتبرها تدخلات سلبية طبعا للانجراف بالمحكمة إلى الشكل اللي يريده الرأي العام الإعلامي أو الرأي السياسي معين. نعم كانت الضغوطات موجودة. ذكرت منظمة العفو الدولية أن المحاكمة كانت غير عادلة، كما حكمت The Human Rights Watch على أنه إعدام صدام
يتبع محاكمة معيبة ويمثل خطوة مهمة بعيدا عن سيادة القانون في العراق. نعم، شو رأيك ب هو اساسا وجهة انا ضد النظر؟ عقوبه الاعدام، هذه يعني كمبدا. أيوة انا ما اؤيد عقوبه الاعدام، واطالب بالغائها في العراق. وفي اقليم كردستان قدمت مشروع في وقته أيوة الى برلمان كردستان لايقاف العمل بتلك العقوبه. هذه من حيث المبدا، أيوة لان عقوبه الاعدام من العقوبات القاسيه الحاطه بالكرامه وغير انسانيه. أما موضوع المحاكمة العادلة، هناك أرقام تجمعها يطلع لك المحاكمة العادلة أو المحاكمة غير عادلة. من يعني أمور المتعارف عليها في العرف القضائي وفي القانون الدولي والقانون الداخلي والدساتير الموجودة، أن من أهم حقوق المتهم هو حق الدفاع. هل انا فانا اقول العفو اقول اذا حرم المتهم من حق توكيل محامي بنفسه، واذا حرم المحامي من الاطلاع على الاوراق بشكل سلس وبشكل واضح وبشكل حر، ومن الاتصال بالمحامي المتهم الاتصال بالمحامي في اي وقت يريد، وفي تقديم عدم منع لتقديم اللوائح، هذا يعتبر اخلال بحقوق المتهم واخلال، وبالتالي المحاكمه غير عادله في مثل هذه الحالات. نعم، المتهم له حقوق ثابته كحق الصمت، ولا يجوز ان يكون يفسر عليه ضده ايضا حتى حق الصمت. وكذلك حق مثلا الاستعانة بالمترجم، حق الاستعانة بأن يكون محاكمته محاكمة علنية وشفافة وشفوية، ومن حقه أن يستعين بشهود الدفاع. كل هذه الأمور يجب أن تراعى، فإن الإخلال بأي جهة من هذه الجهات نعم، وخاصة حتى الإعدام نفذ في يوم كان ممنوع قانونا أن ينفذ فيها تلك العقوبة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي 292 و290 وما بعده. لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكوم إذا كان في يوم عيد هذا المحكوم، وفي يوم المناسبات الأخرى الدينية لهذا الشخص، وتطبق عقوبة الإعدام ونفذ في يوم عيد الأضحى، كان أعتقد كان أول يوم عيد الأضحى. فهذا ما يعني هو تنفيذ أساسا تنفيذ خاطئ في ومخالف لنص في قانون العراقي. هل كان تنفيذ حكم الإعدام، يعني احنا شفنا تقارير وشفنا شهادات لناس كانوا يعني احد يعني كانوا انفولد بالمحاكمه، انه قالوا بانه عمليه الشنق ما كانت بشكل صحيح، كان في هناك تقنيا يعني خطا بالتقنيه استخدام الحبل، انه تمت الوفاه بسبب كسر في الرقبه. يو نو سايك ما سمعنا الجانب العراقي، تعليقات الجانب العراقي. حضرتك كقاضي أكيد سمعت الأخبار مثل كل الناس، شو رأيك، شو تعليقك على الموضوع؟ أنا الحقيقة شفت مشهد الإعدام في التلفزيون، شفت أنا كما قلت بدون الدخول في التفاصيل، هاي عملية الإعدام عندي عملية مقززة وبشعة. فسواء كان يموت الشخص بالحبل شنقا، أو سواء كان يكسر رقبته في تلك اللحظة، كل هذه الأمور أنا لا تعنيني. المهم نفذت عقوبة الإعدام، وشيء أنا لا أؤيده في كل الأحوال مهما كانت. في لعلم حضرتك، قانون المحكمة الجنائية الدولية وقانون يوغوسلافيا وقانون رواندا، محاكم رواندا ويوغوسلافيا السابقة، كل هذه القوانين، كل هذه المحاكم والمحكمة الجنائية الدولية الآن التي تنظر في أبشع أنواع الجرائم الدولية كجرائم الإبادة والحرب والعدوان
ضد الإنسانية لا تتضمن عقوبة الإعدام. الحد الأقصى للعقوبة فيها 30 سنة أو مدى الحياة، فلا تتضمن، وهي جرائم دولية، وتنظر في أبشع أنواع الجرائم التي نسمع عنها. وبالتالي فموضوع يعني موضوع آلية تنفيذ الإعدام، هي للإعدام طرق مختلفة. العسكري يقتل رميا بالرصاص، وهناك طرق سابقة، مثلا هناك من يقتل عن طريق الحقن بمادة سامة، أو يقطع بالسيف إلى آخره. كلها وسائل غير إنسانية وغير طبيعية عندي، فأنا أرفض فكرة الإعدام أساسا. وأما النتيجة واحدة، هي أن الشخص يعدم يقتل، سواء كان بكسر الرقبة أو بالشنق. هو هاي العملية مالت الإعدام أساسا كانت جرت في يوم ما كان يجوز فيها إعدام الشخص، لأن لا يجوز إعدام شخص في مناسبات وأعياد العائدة بديانة المحكوم عليه. ومين المسؤول عن التنفيذ؟ نصك اليوم كان في خطأ أو كان متقصد متعمد أو غير مقصود، في حال لو عائلة اللي نصك تم إعدامه حبوا ياخذوا حقهم أو whatever، صح، لوين بيرجعوا؟ مين المسؤول عن العملية؟ ما كان في قانون، ما في قوات أمريكية. نعم، الجهات التنفيذية هي المسؤولة عن التنفيذ. الجهات التنفيذية عندها كان يعني وزارة العدل تتولى هذا الموضوع، ومجلس الوزراء آنذاك، وكذلك المتهم كان موقوف عند الجهات الأمريكية اللي هي التي سلمت. فربما يعني المفروض كان اختيار يوم، حتى يعني على فرض أنه ينفذ فيها، أنه اختيار يوم لا يكون مخالف لنص قانوني صريح في قانون أصول محاكمات الجزائية العراق. أما الجهة التنفيذية اللي هي الحكومة، هي التي كانت تولت الأمر وتنفيذ، رغم وجود يعني هو عملية الإعدام، رغم يعني كونها عملية مقززة، لكن يفترض أن يحضر فيه طبيب، وأن يحضر فيه قاضي جنح في منطقة التي تتم فيها تنفيذ عقوبة الإعدام، ومن حق عضو الادعاء العام أيضا أن يحضر العملية، وكذلك رجل دين ممكن أن يحضر أيضا. وقبل ذلك، قبل يوم الإعدام، ممكن لأهل وذوي المعدوم أن يزوروه في السجن. وكل هذول ما تطبقوا وما تنفذوا؟ والله أنا ما حضرت يعني مراسيم، ولا أدري من هم، إلا في عن طريق الإعلام نسمع بحضور، يعني قد تكون الهيئة موجودة، لكن يعني ممكن أن واحد يسألهم، هم اللي كانوا بهم قضاة موجودين إلى الآن، وعضو الادعاء العام، الأساتذة اللي كانوا موجودين آنذاك، ممكن واحد يستفسر منهم عن التفاصيل. هل كانت محاكمة صدام حسين فرصة أضاعها العراقيين ليثبتوا للعالم أنهم أهلا للديمقراطية؟ وهل كان هناك نتائج عكسية بتنفيذا لحكم الإعدام وللمحاكمة بهذا الشكل، نتائج عكسية لتطوير الديمقراطية في العراق على المدى الطويل؟ أنا على الصعيد القضائي أرى أن المحكمة لم تضيف شيئا لتطوير القضاء في العراق، ولا لترسيخ مبادئ العدالة بالشكل الذي يجب أن يكون هناك فرصة لأن نعطي درسا أو نأخذ دروس منها كدروس قضائية، بحيث نتعامل مع الخصوم السياسيين، الخصوم بينهما، أن يكون هناك قاضي في الوسط، أن يتعامل معاملة إنسانية قانونية بغض النظر عن العداء والانتقام وهذه الأمور. أنا لا أرى أن المحكمة أضافت شيئا
للقضاء العراقي، وإنما بالعكس لم تعطي صورة لتطوير هذا الجانب. هذه من ناحية، ومن ناحية ثانية طبعا تغيير النظام السياسي في العراق نظريا وبموجب الدستور، هناك نظام برلماني ورئيس وزراء ورئيس جمهورية وبرلمان وانتخابات إلى آخره، لكن حقيقة على أرض الواقع إلى الآن العراق يمر بأزمة خانقة، وفي لم تترسخ دعائم الديمقراطية إلى الآن، وإنما مجرد يعني شيء نظري إلى الآن، والآن الشعب يعاني من مشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية ومشاكل أمنية إلى درجة كبيرة، وهكذا نراه الآن في ساحات العامة للعراق وفي شوارع العراق، أن الناس خرجوا للمطالبة بالحد الأدنى من الحقوق الأساسية التي يستحقونها. نعم، أنا أؤيد أنه أيضا لم نتمتع بما يجب أن يتمتع به الشعب في الارتقاء بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وترسيخ دعائم حقوق الإنسان في هذا البلد. وإذا لم ننجح في إنشاء قضاء عادل شفاف ويحترم فيها حقوق الإنسان في ساحات المحاكم، لا يمكن أن نطلق على هذا البلد، أي بلد، أنه هذا بلد ديمقراطي أو دخل مرحلة الديمقراطية. فالقضاء هو أحد المؤشرات اللي يعطينا الدليل أو المؤشر على أن هذا البلد دخلت مرحلة الديمقراطية أم لا، أن يكون الإنسان مطمئنا عندما يدخل المحكمة، لا يخشى من يظلم، ولا يحتاج إلى أن يتوسط لدى الناس الآخرين في أن يساعدوا في المحكمة. هذا اللي إلى الآن أعتقد نحن في منأى عن هذا الجانب، ولم نصل إلى هذه المرحلة، وهناك مشاكل كثيرة في الجانبين السياسي والقضائي، ونحتاج إلى العلم والجرأة والحياد، والقاضي هو بيده الميزان كما قلت مرة أخرى، فلا يفرق بين من يأتي إلى ساحة المحكمة، فهو عليه أن يحترم حقوق الإنسان أولا وأن يفهم حقوق الإنسان. القاضي المجرد عن فهم لحقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون قاضي، لأن القاضي ليس فقط قانون وليس آلة لتطبيق القانون بشكل آلي، وإنما جوهر العدالة في الفهم لروح القانون وروح العدالة والحقوق. فالحق هو الأسمى والأشمل والأعمق من القانون، القانون في خدمة الحق وليس العكس. احنا قبل ما نكون عم نسجل ذكرنا انه كان في جلسات علنيه اللي شفناها او اجزاء منها شفنا، وفي جلسات سريه. هل يا ترى ممكن قبل ما نختم تطلعنا على جزء ما كان بيدور بالجلسات السريه بالمحكمه؟ والله جلسه واحده انا تراستها، جلسه كانت سريه لان اثير فيها بعض الامور الشخصيه، وكان جلسه يعني أيضا كباقي الجلسات، لكن لم يعلن عنها ولم يعرض على شاشة التلفزيون، وإنما هي مسجلة بالأصل، لكن أثير فيها بعض الأمور التي هي قسم منها خارج العمل القضائي اللي أو القضية الجنائية التي كنا بصددها في حينها، وإنما كان أمور أكثر ما يكون سياسية طرح بين يعني أثير من قبل بعض من المتهمين،
ف يعني جوانب مثيرة فيها طبعا لم تعرف. أوكي، لو سنحت لك فرصة وكان لك الخيار في أن تعيد المحاكمة مرة أخرى، شو هو الـ ideal solution بالنسبة لك، الطريقة الأمثل أنه تقام مثل هيك محكمة برأيك؟ برأيي أنا أعمل ما عملت سابقا، أعيد نفس الإجراءات اللي كنت تبعتها، وأرى وأعتقد أني طبقت القانون وسأطبق القانون وبضمير حي وبعقل متفتح وعيون متفتحة على أكثر من جانب وليس جانب القانون فقط. فالقاضي ينظر إلى القضية بمنظار أكثر من منظار، يعني أن تراعي الجانب الاجتماعي وعلم النفس القانوني وعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع وعلم السياسة وعلم الاقتصاد وعلم علوم أخرى، لأن بدون الرجوع إلى هذه العلوم القاضي لا يمكن أن يكون حكم عادل، على الأقل في موضوع تقدير العقوبة أو في البراءة. فأنا لو قدر لي أن أرجع إلى محاكمات أخرى مماثلة سأتبع نفس الطريقة التي اتبعتها وبدون ندم من أي إجراء كنت قد عملت أو أقدمت عليه آنذاك. هل كان من الممكن تحتفظ بنفس هيئة القضاة، هيئة القضاة اللي استخدمتوها، أم تختار ناس أخر سواء كمدعي عام أو كقضاة؟ والله هو لكل حادث حديث، لكن لو كان أنا عندك الخيار تختار عندي أنت التيم؟ لا كان عندي خيار، طبعا يجب أن يكون لي خيارات أيضا أخرى. أوكي سيد رزقار، قبل ما ننهي الحلقة بتحب تضيف شيء أو توجه كلمة للعراقيين خاصة بالوقت الحالي اللي عم يمروا فيه؟ نحن عم بيحكوا عن الديمقراطية وبيحكوا عن الحرية، ولكن من سنة 2003 لحد اليوم احنا في سنة 2019، على في أواخر 2019 العراق كان تاريخه دموي قبل الاحتلال وما بعد الاحتلال أصبح أكثر دموية. فكلمة أخيرة للشارع العراقي وللحكومة العراقية. نعم، الشعب العراقي الآن في محنة وناشد الأطراف كله أن يتبعوا طريق سلمي ونبذ العنف، خاصة الحكومة، عدم الانجراف في استعمال العنف ضد المتظاهرين، لأن الشعب هم أبناء هذا البلد والكل مشتركين في إنشاء هذا البلد وفي إدارته وفي التمتع بخيراته. فأتمنى السلام والسلام لهذا الشعب الكريم، لهذا الشعب الأصيل الذي إذا سنحت له الفرصة أن يتطور فلا يكون لا يتأخر عن ركب التطور الحضاري في العالم. فهو لها هذا الشعب له إمكانيات وعقول جبارة، ولكن هذه المحنة التي تعيشها الآن يجب أن تقف ولا تستمر، وعلى الجهات السياسية والحكومة أيضا المؤقتة التي تأتي أن تراعي مثل كل هذه الظروف وتبني خطوات حقيقية ضد الفساد، وأن تبني نظام دولة للديمقراطية وتعتمد على الديمقراطية وتعتمد على احترام حقوق الإنسان. حتى الديمقراطية بدون احترام حقوق الإنسان لا يساوي شيئا لدينا، لأن احترام حقوق الإنسان هو اللي يطور الديمقراطية. فأنا ندائي إلى الأطراف كله الصبر وتحمل
وزيادة الصبر أيضا، وليس الصبر فقط، لأن المحنة الآن في شدتها والأزمة في أزمتها الحالية ممكن أن تتطور إلى أمور غير يعني طبيعية أكثر. والعنف الآن، العنف الموجود يجب أن ينتهي، ونرجع كل إلى الحكمة وحكمة العقل والطريق الصحيح في إدارة الدولة، وهي ليست صعبة، أنه نبني دولة ومن أناس نزيهين ليست همهم أن إغناء أنفسهم والسيطرة على ثروات البلد والسلطة فيها، وإنما يعطى السلطة ويعطى موقع لمن يستحقه، الشخص المناسب في المكان المناسب، ومن لأهل الخبرة ولأهل الاختصاص هم الذين يجب أن يديرون البلد، وليس على أساس الحزب والسياسة التي فشلت في العراق بكل معانيها. فنحن بحاجة إلى تشكيل حكومة مهنية تكنوقراط، ويدعم دوليا ويدعم من الشعب، وأن نتمنى أن تهدأ هذه العاصفة وترجع الحياة إلى مجراها الطبيعي. وهذا هو، لا يوجد خيار آخر أمام هذا الشعب المسكين وأمام ساستها غير العودة إلى اختيار الطريق الصحيح في الإدارة، وأن ينعم هذا الشعب بالسلام والأمان والرفاه كما ينعم بها شعوب العالم. القاضي الأول سيد رزقار محمد أمين، شكرا جزيلا. شكرا لك، واتمنى لك كل الموفقية. شكرا لك، شكرا كثير. اتمنى لكم الموفقية ولقناتكم الموقر. Thank you. أهلا وسهلا، وإلى لقاء آخر بلقاء جديد. تصبحوا على خير.